تحت عنوان Advanced Control System. وفي الحقيقة ما فيش لائحة بتقول ايه هو المحتوى العلمي بالضبط دي Advanced Control System، لكن احنا في الكورس بتاعنا ان شاء الله نشتغل على الفازي كنترول سيستم، بحيث ان احنا نقدر نقول لحضرتك ايه هي استخدامات الفازي كنترول وليه تحولنا من الفازي او من الكلاسيكال كنترول الى الفازي كنترول. في ثلاثة ريفرنس نشتغل منهم. الريفرنس الاولاني كومبيتيشنال انتليجنس برادكتس، وده هو تقريبا هيبقى اعتمدنا الاساس عليه. وفي فيرست كورس فازي اند نيورال كنترول، في عندي ارتفيشال نيورال سيستم، ده هو تقريبا الثلاث مراجل اللي احنا هنشتغل منهم. اعتمدنا الاساس هيبقى على الاولاني. تعال نقول احنا ليه سيبنا الكونفنشنال كنترول ورحنا للادفانسد. الكونفنشنال كنترول سيستم اللي حضرتك اتعلمته اللي هو البي اي دي كنترول او اوتوماتيك كنترول انترودكشن، في ديزاين ستيبس معينه لازم تشتغل بيها. من ضمن هذه الديزاين ستيبس ان انا بعمل موديلنج، لان انت عندك خدت ماده اسمها موديلنج اند سيميليشن، عملت فيها موديل للسيستم الالكتريكال او ميكانيكال او ثيرمال، وبالتالي كنت على الماتلاب او غيره كنت بتقول ان انا المفروض دلوقتي اشوف الخارج بتاع النظام شكله عامل ازاي، وبالتالي بتاع عمليه الموديلنج بتعمل عمليه الاناليسز اللي انت بتشوفه. والله بتقول لي شكل الريسبونس بتاع السيستم ده حلو او وحش، السيستم ده مستقر او غير مستقر، وبناء على البارامتر اللي انت بتقيسها من السيستم اناليسز دي زي التايم ريسبونس او السيتلينج تايم او الرايز تايم او الاوفرشوت، كل ده بتلاقيه في الاناليسز او السيميليشن بتاع السيستم. بعد كده بتقول والله بناء على السيستم الموجود عندنا هتبدا تقول ان انا هعمل الكنترولر ديزاين او اختار الكنترولر دوت عشان يتحكم في السيستم. فالتكييف بتاعي بايظ، اذا انا ممكن اشتغل على حاجه زي كده، بحيث بعد ما عملنا الاناليسيس ده وحصلنا على التايم كاركترستيك بارامترز محتاجين نقول كنترولر ديزاين، وبالتالي بتحكم انا او بعمل كنترول للسيستم بتاعي عشان اقدر اقول والله ده انا عندي التكييف في الاوضه مش شغال كويس، فانا هظبط الكنترول بارامترز بتاعته او الكنترولر بتاعه بحيث ان هو لما شغال على 16 فعلا يديني 16 درجه. وبعد ما اعمل الكلام ده في كل ده في السيميليشن بروح للمرحله الاخيره، اعمل بقى اروح اشتري الايه الدوائر واعمل امبلمنتيشن للكنترولر الموجود مع حضرتك. عشان كده احنا بنقول ان في السيستم موديلنج بروح اعمل حاجه اسمها الماثيماتيكال موديل، وبالتالي بجيب معادله رياضيه تصف النظام الموجود معايا عشان اقول ان التكييف ده هو عباره عن في موتور، والموتور ده بتربطه او بتوصفه المعادله الرياضيه الفلانيه. المعادلات الرياضيه ديت او الماثيماتيكال ايكويشن دي بتيجي بطريقتين، يا اما باستخدام قوانين نيوتن للحركه او قوانين الفيزياء عموما، وقوانين الكهرباء اللي هي قانون كيرشوف وقانون اوم وقانون نورتون والحاجات اللي انت خدتها في هندسه كهربيه قبل كده. فالسيستم موديلنج ممكن يبقى باستخدام حاجه اسمها سيستم ايدنتيفيكيشن. سيستم ايدنتيفيكيشن ده لازمته ايه؟ ان هو ممكن يبقى عندك السيستم بتاع حضرتك بلاك بوكس، ما تعرفش عنه اي حاجه، ما تعرفش اي تفاصيل، كل اللي تعرفه الدخل، نقطتين الدخل ونقطتين الخارج. فانت بتبدا تجرب تقول والله انا هدخل دخل بالشكل الفلاني واشوف شكل الخارج اقيسه على الاستوسكوب او فولتميتر او غيره. بتبدا تجرب الموضوع ده كذا مره، احنا شغالين في الايدنتيفيكيشن، فبنبدا نجرب موضوع ادخال دخل معين على السيستم اللي انا ما اعرفش عنه تفاصيل واشوف شكل الخارج شكله عامل ازاي. من هنا بتبدا ترسم علاقه ما بين الدخل والخارج بناء على القراءات اللي انت حضرتك قريتها من الفولتميتر او من جهاز القياس اللي حضرتك بتشتغل بيه. بعد رسم هذه العلاقه ممكن تبقى العلاقه خطيه، تقدر تقول لي والله العلاقه ما بين الدخل والخارج هي عباره عن علاقه خطيه او علاقه لينير او نون لينير او علاقه اكسبوننشال، وبالتالي من العلاقه دي تقدر تقول ان انت الموديل بتاع حضرتك بيمثل بالمعادله الرياضيه الفلانيه، معادله خط مستقيم او معادله بارابولا او معادله تريانجل او ايا كان الايه الشكل الموجود عندك. وبالتالي هنا في الايدنتيفيكيشن ده احد الطرق لما اكون ما عنديش امكانيه او اتاحه ان انا اوصل للسيستم الموجود عند حضرتك. باستخدام برضو قوانين الفيزياء وقوانين الايه الكهرباء تقدر تجيب العلاقه الموجوده عندنا. السيستم اناليسيس اللي احنا قلنا عليها بتحلل النظام وتبدا تشوف لما دخلت داخل معين بالشكل ده هل السيستم مستقر ولا مش مستقر، هل السيستم لينير ولا مش لينير او نون لينير سيستم، هل اقدر اتحكم اصلا في النظام ده ولا لا. يعني في ناس
يقول لك والله انا هروح للدكتور عشان اخد ايه عندي مشكله نفسيه. ففي دكتور يقول لك ما فيش امل فخلاص انت ايه كلها يومين وهتموت. فده انا السيستم ده ان كنترولبل. لكن في سيستم تاني كنترولبل، واحد تاني عنده عرض بسيط او اعراض بسيطه فممكن ايه يتعالج وايه وياخد علاج لفتره زمنيه معينه. وانا نفس الكلام اللي بيحصل مع اي سيستم، السيستم كنترولبل يبقى قابل للتحكم فيه ما عنديش مشكله، لكن في سيستم بايظ ما تقدرش ايه تتحكم فيه. من هنا بنعمل الكنترولر ديزاين عشان نقول الكنترولر ديزاين ده لما هحطه على السيستم هيبقى كويس، التكييف هيشتغل كويس ولا لا، يا ترى لما احط الكنترول ده التكييف صوته هيعلى ولا صوته هيبقى احسن، العربيه بتاعتي لما غير الموتور بتاعها الموتور هينعم او صوت العربيه هينعم ولا لا. فاذا كان في اي ديستربنس على السيستم اعمله ريجكشن، يعني اشيل اي ديستربنس موجود عندنا. الاستابيليتي بتاعتي برضو باستخدام الكنترول ديزاين المفروض اخلي السيستم اذا كان غير مستقر يبقى اخليه مستقر. يبقى انا بعمل الكنترولر عشان احسن من اداء السيستم الموجود مع حضرتك، وبالتالي بحسن من البارامتر للاوفر شوت والسيتلينج تايم الموجودين عندنا. في الكنترول ديزاين هناك انواع كتير جدا من الكنترول سيستم او الكنترول الجوريزم، من ضمنها البي اي دي اللي هو البروبوشنال انتجرال دريفاتيف كنترول سيستم، وبالتالي ده بينفع ببعض السيستم. وهناك احد انواع او انواع اخرى من الكنترول زي السيت فيدباك واوبتيمال كنترول نون لينير كنترول، دي كلها كنترول الجوريزم بتعتمد على السيستم اللي انت بتتحكم فيه وتقالي بتقول انا هستخدم احد انهي واحده من دول. احنا طبعا كان كل شغلنا على البي اي دي كنترول، ما عملناش اكتر من كده في خلال الكورس الاولاني بتاع الاوتوماتيك كنترول. هفترض ان انا اخترت الاوبتيمال البي اي دي كنترول عشان اعمل امبلمنتيشن ليه اللي هو بروبوشنال انتجرال دريفاتيف كنترولر، ممكن يبقى الكنترولر ده ممكن اعمله كدائره عمليه يعني باستخدام الاوبريشن امبليفاير ومقاومات ومكثفات وملفات، وممكن يبقى ديجيتال كنترولر زي اللي انت حضرتك بتحطه على الاردوين او بتحطه على البي دي سي او بتحطه على برنامج بالسي بلس بلس او بالبرمجه الموجوده عند حضرتك. يبقى عندي نوعين اثنين من الامبلمنتيشن، يا اما انالوج وده من خلال مجموعه من الكومبوننتس اللي هي الاوبريشن امبليفاير والمقاومات والمكثفات، تعمل دايره كانك بتعمل دايره درايف للموتور الموجود مع حضرتك. لكن على العكس الديجيتال كنترولر بيبقى في شكل معادله وتحطها حضرتك على الكمبيوتر او السوفت وير بتاع حضرتك سواء كان ماكرو او بي بي سي او غيره. وبالتالي هنا عندي مشاكل او دروباكس، عندي عيوب في الكلام ده. انا كل الكنترولر بي اي دي وخلافه محتاجين معادله بتوصف السيستم، يعني محتاجين موديل. طيب انا في بعض السيستم بيبقى ممكن السيستم يبقى بتاعي صعب الحصول على موديل فيه، وبالتالي هنا صعوبه الحصول على الموديل ممكن تخلي التصميم للكنترولر اصعب. وبالتالي هنا بدانا نسيب الكونفنشنال كنترول عشان المشاكل بتاع الموديل ده ونروح الى ما يعرف باسم الانتليجنت كنترول. الانتليجنت كنترول ده بيعتمد اعتماده الاساسي على ارتفيشال انتليجنس. والارتفيشال انتليجنس زي ما حضرتك سمعت قبل كده ان هو مجال كبير محتاج من حضرتك ان انت تحاكي نفس الاكشن بتاع الانسان. يعني انا دلوقتي عشان ابقى عندي جزء من الانتليجنت اللي احنا بنتكلم عليه ده، الانتليجنت اللي احنا بنتكلم عليه هنا هتبص تلاقي ان هو عباره عن ذكاء الانسان بس عملته على مكنه او عملته على الكمبيوتر بتاعه، عشان كده سموه ارتفيشال انتليجنس. خد نفس البرفورمانس بتاع البني ادم وبدا يحطه على الماشين بتاعته. فباجي منين؟ ان انا دلوقتي بقول لك لما احط اسامه في اي طبيعه بيبدا يتعامل. انا عايز برضو الكنترولر بتاعي او السيستم بتاعي نفس الكلام، لما يجي له اي تغير في الظروف المحيطه بتاع التشغيل يبدا يتعامل. فعشان كده قلنا هنستغل الذكاء بتاع الانسان وتعامله مع البيئه المحيطه وتلافيه لاي مشاكل بتقابله ان انا اعمل نفس الكلام ده كارتفيشال بس احطه على الماشين بتاعتي او الكمبيوتر بتاعي. عشان كده هو كمبيوتر ساينس، هو علم من علوم الكمبيوتر، بيستخدم ايه بقى؟ بيستخدم البروجرامنج تكنيكس والبروجرامنج لانجوج سواء سي او سي بلس او سي شارب او سي بلس بلس او فيجوال بيزك او غيره، عشان يعمل ايه؟ عشان يخلي الكمبيوتر بالظبط او المايكرو كنترولر او البي ال سي يميمك يحاكي نفس التفكير بتاع الانسان. لو انت شفت دلوقتي نار قدام حضرتك او حريقه قدامك مش هتقدر ايه تقرب من المكان، فانا عايز برضو الماشين بتاعتي لما تبقى شغاله لو شافت نار ما تقربش منها او تبعد عنها. في ظروف تشغيل معينه درجه الحراره زادت فانا محتاج دلوقتي تلقائيا اخرج بره المكان الموجود عندي. عشان كده محتاجين الهيومن ثينكينج، تفكير الانسان والريزوننج بتاعته بتاع البروسيس بتاعته
نفس الكلام ايه نعملها على الماشين. عندي انواع كتير جدا من الارتفيشال انتليجنس او الانتليجنت كنترول عموما. حاجه زي الفازي لوجيك كنترول سيستم. الفازي ده هو موضوع الكورس بتاعنا اللي هو عباره عن كنترول بيحاول ييميوليت الباست اكسبيرينس. انت دلوقتي لما تيجي تتعامل مع واحد او مجموعه من الناس لو انت عشرتهم فتره زمنيه طويله بتاخد عنهم خبره صح؟ فتاني يوم بتيجي ايه كل ما تزداد خبره كل ما بتعرف تتعامل معهم. عشان كده احنا بنقول الباست اكسبيرينس هي العامل الاساسي في موضوع الفازي لوجيك سيستم ده. الفازي لوجيك سيستم الموجود مع حضرتك ممكن يبقى في عندي نيورال نتورك. شغل الشبكات العصبيه الموجوده في الانسان هو الجهاز العصبي بتاع حضرتك شغال ازاي؟ ان انا ممكن يبقى عندي بحس بمسك طبق سخن على البوتاجاز ببدا ايه عناصر الاحساس بتاعتي تحس تبعت اشاره للمخ، المخ يبدا يتعامل يقول له خلي بالك ايه بسرعه شيل ايدك عشان الطبق ايه سخن. عشان كده اول ما تحط ايدك تبص لها ايه بتشيل ايدك بسرعه. ده جاي نتيجه الجهاز العصبي او النيورال نتورك الموجود عندي. هو برده نفس الكلام بيحاول ييميوليت البيولوجيكال نيورال نتورك الموجوده في الانسان على ايه على الماشين بتاعه. في حاجه اسمها جينيتيك البيز الحاجات الخاصه بالوراثه، وفي عندي الجمع ما بين الفازي والنيورال حاجه اسمها فازي نيورال نتورك. كل الحاجات دي هتسمع عنها في السوق لكن احنا هنكثف شغلنا على الفازي لوجيك سيستم الموجود عندنا. عشان كده احنا بنقول ايه؟ بنقول ان احنا هنتكلم شويه على الارتفيشال انتليجنس ونشوف شكله عامل ازاي. اول حاجه الانسان عموما بيحاول يجاهد نفسه عشان يوصل الى الاوبتيماليتي. يبقى الانسان بي كان سترايف فور اوبتيماليتي. يعني ايه؟ انا عايز اعيش في حياه مثاليه، عايز يبقى عندي فيلا وعايز عربيه وعايز اتجوز وعايز يبقى عندي شقه في الساحل الشمالي، شقه في شرم الشيخ. يبقى انا بحاول ايه اوصل الاوبتيم. لكن انا ممكن ما اقدرش اوصل الاوبتيم، بس لو بيت قريب لو بقى عندي فيلا وعربيه واتجوزت يبقى برضو ايه كويس. لكن لو انا جبت كمان شقه في الساحل الشمالي يبقى حلو، كمان شقه في الغردقه او في شرم الشيخ يبقى انا ايه كل مدى بوصل الى الاوبتيماليتي او المثاليه اللي احنا بنقولها. ولكن زي ما بقول لك اهو الانسان ممكن يعيش بجوار ايه الاوبتيماليتي. يعني ممكن واحد انا كان في نيتي او امنيتي ان انا اعيش في فيلا مثلا 500 متر لكن جبت شقه مثلا 200 متر، ها كويس يعني خطوه مبدئيه كويسه. عشان كده يقول لك ايه هو بيحاول يوصل الاوبتيماليتي لكن ما بيعرفش، ولكن يعيش ايه يعيش جنبها. يعني انا كنت نفسي اخش اسافر امريكا اخد هندسه هناك، بس انا ما عرفتش اوصل فخلاص خدت الهندسه من مصر. فانا ايه قربت بس ايه ممكن اوصل الى الاوبتيماليتي برضه بتاع السيستم بتاعنا. عشان كده هي دي الفلسفه الاساسيه ان احنا بنخلي السيستم بتاعنا في الانتيجنت سيستم او انتيجنت كنترول سيستم ان هو يحاول يوصل الى الاوبتيم. بمعنى ادق احنا عايزين نخلي الايرور في السيستم بتاعنا اقل من يوم. يعني ممكن يبقى صفر ممكن يبقى 1% او اقل من 1%. عشان كده في الانتيجنت كنترول بيزك تكنيكس ده قلت الحركه دي كلها ايه البيزك تكنيكس هي الفازي والنيورال والجيناتيك والحاجه اسمها البارتيكل سوارم وحاجات كتير قوي بيسموها انتي كولوني و ارتفيشال انتليجنس بارادايمز او تكنيكس موجوده عندنا. طيب احنا فين هنا؟ تعال نقول ايه هو الارتفيشال انتليجنس الاول ونتعرف عليه ونتعرف على وجوده فين في الصناعه الابلكيشن المختلفه الموجوده عندي، ثم في النهايه نروح للموضوع الفاضل اللي احنا بنتكلم عنه. بدايه ايه هو الانتليجنس؟ يعني ايه اصلا انسان يبقى عنده نسبه من الذكاء او واحد نقول ده ذكي وده مور ستيوب؟ اول حاجه الانتليجنس دي لما بيجي يترجموها في المراجع او في الديكشنريز المختلفه بتعني ان هو يبقى عنده قدره على الفهم. لو جبت طفل صغير وما بيفهمش تقول له الواد ده ايه؟ الواد ده طول عمره غبي. ليه؟ كل ما تكلمه في حاجه او تفهمه حاجه هو مش قادر يستوعبها. وبالتالي معناها ability to understand. معناها ان هو ريزون. ريزون يعني ايه؟ اسمع منك حاجه واخدها في دماغي احللها وايه؟ واتنبأ اه والله ده كان قصده بالحته الفلانيه ديت او بالكلمه الفلانيه دي بالشكل الفلاني. ان هو يميز. يميز ما بين الصح والغلط. ده لما تلاقي طفل صغير وخصوصا الاطفال اللي هم سنتين ثلاثه تلاقي الطفل ايه عنده موهبه كده ان هو ايه اه يميز الحاجه الكويسه من الحاجه الوحشه. ده بيميز الصح من الغلط عشان كده بيقدر يعمل ايه؟
distinguish ما بين الحاجة الكويسة والحاجة الإيه الوحشة. الحاجة الثانية في سرعة التعلم، إن أنا كل ما أعلمه حاجة ألاقي إيه بستجيب، لكن في واحد تاني يعلم فيه طول النهار وطول الليل هو أخره كده، وبالتالي ده برضه يعتبر جزء من الانتليجنس. الوعي الذهني يبقى دماغه فايقة، دماغه صح معاك ليه؟ عشان يقدر يعمل كل اللي فات ده كمان معاك. الابيليتي تو كراسب ريليشن شيب، يعني ايه؟ طفل او ولد او راجل او واحد او واحده تقول له معلومه ومعلومه تانية بيربط الخيوط مع بعضها، وبالتالي يقدر يجيب علاقه ايه؟ اه والله ده انت كنت قلت الكلمه الفلانيه في اليوم الفلاني والنهارده بتقول كذا، يبقى انت عملت كذا، يبقى انت ايه وصلت للنتيجه الفلانيه ده عشان الموضوع ده. يبقى انا بعمل ايه؟ بعمل ريليشن شيب او بعمل جراسبنج، اقدر اطلع علاقه ما بين الكلام اللي انت ايه بوصل. كليفر، يقدر يخش في اي مهمه ما بتفرقش معاه، ذاكر يا ابن الحاجه الفلانيه بيذاكر، شوت في الحته الفلانيه بيشوت. هنا ability to adapt، ودي مهمه قوي في موضوع الذكاء ده. ability to adapt دي تعتبر من اهم الصفات عشان اقول على شخص او مكنه ان هي intelligent. ليه بقى؟ يعني كلمه اداء ability to adapt، اقدر اتكيف مع الوضع اللي انا فيه. مشكلتنا احنا بعد ما اتخرج في الجيش، في ناس ما تعودش على نظام الجيش، وبالتالي لما يروح منطقه طبعا الجيش او الحياه العسكريه غير الحياه العاديه بتاعتنا، وبالتالي هنا في ناس تقدر تتكيف مع الوضع الجديد، وفي ناس ايه يقول لك ده انا قرفان وزهقان والدنيا ايه بايظه معايا. ليه؟ لانه ما عندوش القدره على الادابتيشن. في واحد لما عشان منطوي على نفسه في البيت وما تعملش مع بني ادمين او ما تعملش مع ناس، لما يجي ينزل خط الانتاج او ينزل مصانع ما هوش عارف يتعامل مع الناس، ممكن تلاقيه قفش مع واحد في اي وقت، هو عصبي على طول، فبص تلاقي المدير بتاعه كلمه قال له كلمه عاديه الناس بتاخدها بشكل عادي، هو قام واخدها على صدره قام سايب المصنع والله ما انا اعديكم فيه. عشان كده السيستم بتاعي لازم يبقى عنده قابليه، والكنترولر بتاعي لازم يبقى عنده قدره قابليه على الادابتيشن او التكيف مع الوضع الجديد. عشان كده احنا بنقول تبقى تفكر وتفهم وتدرك وتميز وتعمم، يعني مش شرط انا اقول لك الحته ديت على الكنترولر ده اهو يبقى في الحته دي بس، يعني بقول لك حاجه في الغساله الاوتوماتيك مثلا النوع توشيبا، ممكن تبقى نفس المشكله دي موجوده في التوشيبا والال جي واتش بي وفلان وعلان، هي خلاص انت تقدر ايه نفس المشكله الصغيره على الوضع الصغير او على المكنه الصغيره تعمم على كل خط الانتاج الموجود عندك اللي هو جنرالايز. وادابت، يقدر يتكيف مع السيستم ويتعلم من اخطائه ويعمل ميكنج ديسيشن. مهم قوي في المهندس بتاعنا او في الكنترولر اللي احنا بنتكلم عليه ان هو يقدر ياخد الديسيشن الصح في التوقيت الصح. ممكن يبقى واحد شاطر قوي لكن مش عارف ياخد الديسيشن بتاعه في توقيت مناسب، خده في وقت غلط. زي ما انت بتقول كده اعمل حساب الكلمه اللي انت بتقولها. برضه هنقول الكنترولر اعمل حساب الاكشن الحركه تاخده، هتاخده امتى؟ يعني بقول لحضرتك المعهد لا قدر الله الوقت بيولع، هينفع تقول لي نقعد في المحاضره؟ يبقى لازم نقول دلوقتي لازم ايه؟ لا محاضره ولا غيره، صحتي ايه؟ او انا اهم من الكلام ده كله. الحاجة التانية المشاكل اليومية اللي بيقابلها، لأن كل يوم بيقابل مشكلة جديدة. أنت كمهندس في خط الإنتاج أو في المصنع عمرك ما هتلاقي نفس المشكلة تتكرر معاك إلا نادرة، بس تلاقي في مشاكل جديدة ظهرت. الحتة النهاردة دي كانت عطلانة، بكرة الحتة دي عطلانة، بكرة الحتة التالتة عطلانة، أنت هتواجه ده ولا مش هتعرف تواجهه؟ نفس الكلام بالنسبة للكنترول سيستم. أنا مش ضامن السيستم هيبقى الأكشن بتاعه عامل إزاي دلوقتي، وبالتالي لازم أتكيف وأقدر أحل المشاكل اللي بتقابلني عشان اقول ان انت عندك جزء من الانتليجنت، وحاول السيستم بتاعي من مكنه صماء الى مكنه بتفهم وبتتعامل مع الوضع الموجود عندك. زي ما انت شايف كده في الصور الموجوده قدام حضرتك دي، ده كلها اهو الراجل كده بيشغل العربيه تولع ما طفاهاش، يبقى هسيب الايه؟ الدنيا تخرب معايا. نفس الكلام بالنسبه للادابتيشن سواء تحت الميه او فوق الميه او هو بيلعب كوره، لازم يبقى كل الكلام ده بيقول ان هو لاعب كويس او كنترولر كويس بناء على كل الحاجات اللي حضرتك شايفها. ايه هي البيولوجيكال انتليجنس اللي احنا بنشوفها؟ ان السيستم بتاعي يبقى فيه سيلف ريبير، عشان نقول ان هو انتليجنت. يعني سيلف ريبير؟ حضرتك لما تاخد حقنه دلوقتي او يحصل كارثه في ايد حضرتك، بعد فتره زمنيه من ايه؟ بيلتئم هذا الكارثه ويختفي، مش كده؟ عشان كده احنا بنقول ايه؟ الحقنة مكانها بيعلم يوم او اثنين او ثلاثة على حسب، وبعد كده ايه؟ ينتهي. لو حصل جرح في اي مكان برضه نفس الكلام، بيلتئم الجرح ايه؟ برضه ساعتها بنقول
ان السيستم لازم يبقى سيلف ريبير، يصلح من نفسه، يعدل من نفسه. لو الجرح ده فضل موجود في حضرتك، البرفورمانس بتاعك هيفضل ثابت ولا كل شويه تقول اه يبقى انا كل شويه هيحصل الم، وبالتالي عمرك ما تاخد الاداء مني زي ما انا عايز. من هنا بنقول ان في تعريف للارتفيشال انتليجنس الناس ده هم في 2001 عرفوه ان هو بيتكلم على فكرتين اتنين. اول حاجه بستضي التفكير بتاع الانسان او عمليه التفكير في الانسان واخد نفس الفكره كده واطبقها على البروسيس او الماشين. يبقى انا اتعاملت مع بني ادم بشوف طريقه الفكر بتاع المهندس دلوقتي في المكنه ده او المصنع ده، او بتعامل مع الكمبيوتر ده عشان اتحكم فيه، او اتعامل مع المروحه دي عشان اتحكم فيها، وابدا اطبق الكلام ده على الماشين. انا ما كنتش عايز اسامه يبقى واقف في المصنع، فلما هو كان واقف يشيل ويحط انا عايز ماشين او روبوت يبدا يشتغل. عشان كده الموضوع مسوق ايه؟ الى سوفت بروسيس، طريقه تفكير للانسان، وباخد نفس طريقه التفكير دي احطها على العمليه الصناعيه بتاعتي او الماشين بتاعتي. في 99 الراجل قال لك لا، ده هو برانش اوف كمبيوتر ساينس ولا ارتفيشال انتليجنس. بيهتم بايه؟ بيهتم بالاوتوميشن بتاع الانتليجنت ايه؟ ماشين او الانتليجنت بيهيفير على انتليجنت ايه؟ ماشين. في طبعا التعريفات دي احنا مش محتاجين نحفظها، لكن انا بس بوضح لحضرتك الايه الهيستوري بتاع الارتفيشال انتليجنس كان فيه. في 95 اتعرف باربع طرق او باربع تراكس، سيستم ذا ثينك لايك هيومن، ان هو عنده سيستم بيفكر زي الانسان. وبالتالي هنا احاول انا احط كل ديسيشن ميكنج، يعني اخد قرار زي البني ادم بالظبط، الاكتيفيتي بتاعتي التفكير بتاعي زي البني ادم. الطريقه الثانيه او النقطه الثانيه بياكت، يعني هو فكر وخد الاكشن. انا بقول دلوقتي والله انا لو رحت عند الباب اللي ورا ده او الشباك اللي ورا ده وهو مفتوح ممكن اقع، يبقى انا لازم اخد اكشن ايه؟ ما اقربش من الشباك بتاعي. وبالتالي هنا بعمل حسابات معينه عشان ايه؟ عشان اعمل ريزونينج صح؟ وبالتالي بقول خلي بالك ان الجدار اللي ورا ده ممكن يتهدف او يقع، فانا لو ايه لو رحت قربت منه زقيته او خدتش بالي وزقيته هبدا ايه؟ هبدا اقع تحت. الجزء الثالث سيستم باك ثينك راشنال، يعني ايه؟ يعني باخد ودي مع الايه؟ مع السيستم ده او مع النظام ده، بمعنى ان انا الماشين هنا تقدر تبرفورم الاكشن او الفانكشن موجود معايا زي ما الانسان ايه؟ بيفكر. يعني ممكن النهارده اعصر دماغي قوي عشان المشكله تستاهل ان اعصر دماغي، لكن في وقت تاني ممكن ايه مش فارقه كتير، يعني انا عندي مشكله بسيطه ومش هتتحل. عشان كده احنا بنتكلم على ان هو حاجه راشنال. راشنال يعني ايه؟ يعني نسبيه، ممكن على حسب المشكله وصعوبتها بقدر ايه اخد او افكر في المشكله. نفس الكلام بتاع الاكشن، يعني دلوقتي بقول ايه الموضوع نسبي. نسبي يعني ايه؟ في الاكشن يعني دلوقتي لازم اخرج من الباب لان المضرب بيولع، لا لازم حالا. لكن لو انا بقول ده النار لسه ورا وايه مش هتيجي هنا، مفيش كشف او مفيش حاجه هتقرب مني، فانا ايه الاكشن بتاعي ابطا، وبالتالي سرعه وبطء الاكشن اللي حضرتك بتاخده في المكنه بتاع حضرتك ده بيعتمد على النسبيه الموجوده عنده. عشان كده احنا بنقول ايه؟ انا البني ادم اهو عايز اخلي الكلام ده في نفس طريقه التفكير على ماشين او كمبيوتر موجود مع حضرتك. عشان كده احنا بنقول ايه؟ هو الاي ار إذا استطيع أبقى إنفنتنج ماشين، فأنا أطلع مكنة أو ماشين مايكرو كنترولر أو الكمبيوتر بتاع حضرتك يحاول يعمل إيه؟ بيحاول ينمك يحاكي الهيومن أو الأنيمال إنتليجنت جيم. يعني ممكن آخد لنا موضوع ذكاء الإنسان، الموضوع مش مقتصر على ذكاء الإنسان بس، ده ممكن موضوع يبقى مقتصر على ذكاء الإنسان ويزيد كمان إن آخد نفس الأكشن بتاع الحيوانات. يعني إيه يا عم؟ يعني شغل اسرار الطيور اللي بتبقى ماشيه في الجو دي، انا ممكن اخد نفس الفكره بتاعتها. هي الطيور دي اتجمعت حوالين بعضها ومشت في سيرك ليه؟ النمل، فكره النمل، عشان في حاجه، عشان كده في حاجه في الارتفيشال انتليجنس اسمها الانتي كولوني او مؤسسات النمل او ممالك النمل. ممالك النمل دي فكره ايه؟ ان انا كنمله او الملكه بتاعتي راحت عرفت ان في اكل هنا او في عيش هنا في المكان الفلاني. يبدا هو ياخد اسرار النمل او يروح يعرف اسرار النمل بتاعته او الملكه بتاعته، وتبص تلاقي في خبط نمل ماشي كده واقف. فين يا عم ده؟ تبص تلاقيه رايح على لقمه العيش او البسكوته اللي حضرتك ايه واقعه. ياخد نفس الاكشن. طيب لو حصل مشكله اثنين، او هتلاقي مثلا لقمه العيش الصغيره دي شايلها ثلاث اربع نملات، يبقى برضه بياخد نفس الايه؟
الفكره فكره ان انا اخلي كذا كنترولر يساعد في العمليه. وبالتالي هنا الاوبجكت الاساسي ان انا اخلي عندي سيستم زي الكمبيوتر او الماشين اللي عاملها دي ديثينك راشنلي ديثينك او اكت نفس اللي احنا بنعمله هنا يفكر وياخد اكشن نسبي زي الايه؟ زي البني ادم بناء على الوضع اللي هو فيه هياخد ايه؟ الاكشن. ارتفيشال اي دي احد اشكال الارتفيشال انتليجنس. ارتفيشال فون ارتفيشال هاند او سنس تمام؟ ارتفيشال ايموشن الحاجات دلوقتي الروبوتات بتيجي بتضحك وبتبتسم زي البني ادم. ممكن يبقى عندي ارتفيشال برين يبقى انا عندي عقل مدبر او عقل مفكر زي الانسان بالظبط. ممكن يبقى عندي ارتفيشال اير كلها اشكال من ارتفيشال. ممكن يبقى عندي ارتفيشال نوز الناس اللي عندها مشاكل في الكلام ده كله. ده كله بيصب ان انا ممكن اعمل كل الكلام ده على الكمبيوتر بتاعي في سوفت وير او في برنامج اقدر اشتغل. عشان كده احنا بنقول ان الارتفيشال انتليجنس ده عباره عن تول اداه. الفكره فيها ايه؟ ان انا احاكي الانتليجنس بتاع الهيومن واخد ديسيشن فانكشن او ديسيشن ميكنج فانكشن عشان تديني ايه؟ نفس طريقه التفكير ونفس الكاركترستيك بتاع الانسان بالظبط في عمليه الايه؟ الاكشن او الثينكينج المضمون. وبالتالي هنا الفكره كلها قايمه على المخ. البروسيسور بتاع حضرتك او المين كنترولر بتاع حضرتك المين فريم الموضوع مع حضرتك اللي هو بيحلل ويعالج ياخد اشارات من الاعضاء المختلفه ويحللها هنا وبعد كده يقول لك والله انا المفروض اشيل ايدي او احط ايدي المفروض اقرب او ابعد. يبقى هو عايز يعمل نفس الفريم ده بس على شيل بتاعه. عشان كده لازم اتعلم من الخبره بتاعتنا. يعني ايه؟ انا النهارده جيت المعهد ده وعرفت المعهد دي فيه مشاكل 1 2 3. السنه الجايه المفروض لما اجي ادخل المعهد تاني ما واجهش نفس المشاكل او احاول ايه؟ اتلافى هذه الايه؟ المشاكل. طيب لابد ان انا اتعامل مع رسائل الغلط، يعني مش اي حد اسمع منه حاجه اخدها واصدقها، لازم اتقصى الحقيقه الموجوده عندي عشان كده يقول لك ميكينج سنس اوت اوف امبيجيوس او كونتراري دكتور مسج يبقى الرسائل الاعتراضيه. واحد ايه هو عايز يكرهني في معهد المحله وخلاص. هو انا لو هو كرهني وقال لي كلمتين هاخد منه كلام وهو انا اسف مش فاجئ عامل خلاص مش نافع والدنيا بايظه ولا احاول اتعامل او ميك سنس مع الرسائل دي؟ يا ترى هو كل مين؟ يا ترى هو احسن مني؟ يا ترى هو عايز نفشل؟ يا ترى هو عايز نبوظ؟ يا ترى الماشين بتاعتي هتحسن في اداء السيستم؟ يبقى انا هنا ايه؟ لازم اتعامل مع الكلام. لازم يبقى عندي فلكسبيليتي. يعني ايه فلكسبيليتي؟ يعني اخد ودي مش كده؟ ما اجيش اقفش مع راجل في المصنع مباشره. نفس الكلام الماشين. يعني ما ينفعش اجي اقول لا ده الشفاط اللي ورا ده لازم يقف حاله. واقوم جاي ماسكه بايدي مقفل. ما ينفعش. المروحه دي لازم لا يبقى لازم يبقى فيه جزء من المرونه الموجوده بناء على النيو سيتويشن. يعني احنا قلنا دلوقتي لو الكهرباء قطعت والتكييف ده فصل او المروحه دي فصلت هنقول لا هنروح نتفاجئ لازم ايه؟ نعمل ادابتيشن ونتكيف مع الوضع عشان نعرف نشتغل. نشتغل مع ديني مع كونفيوزنج سيتويشن. يعني ايه؟ انا الوقت تايه ومش عارف الدنيا ماشيه ازاي، هنجح ولا هسقط، هتخرج ولا مش هتخرج، فده كونفيوز سيتويشن. الدنيا بايظه انا مش عارف افكر. هل انت بقى كده تقول خلاص يلا سلامه وما عادش شغال؟ لا، لازم تقدر السيستم بتاعك قادر تعمل حاجه زي كده. الريشنال واي زي ما قلت لك حاجه نسبيه يتعامل مع الانفايرمنت الموجوده مع حضرتك. بيعمل ثينكينج اند ريزونينج برضه بيفكر ويحاكي ويشوف الحلو من الوحش ويميز. عشان كده الامبورتنس الموجود مع حضرتك في عمليه الريكوجنيشن او ان انا ادرك المشكله او الخطر فين بالظبط في توقيت المناسب. عشان كده في اشكال كتير من الانتليجنس سيستم الموجود معايا الفكره فيها قايمه على ايه؟ اجيب فيتشرز معينه عن السيستم بتاعي. يعني ايه؟ انا عشان اتعامل مع اسامه ده عايز اعرف عنه ايه؟ اعرف عنه اذا كان بيتعصب ولا ما بيتعصبش، بينجح ولا ما بينجحش، بيشرح كويس ولا ما بيشرحش. هي دي الفيتشر اللي اقدر اعملها ايه؟ او المميزات او الصفات اللي اقدر اعمل لها استخراج من اسامه. ليه؟ لانها هي لو عرفتها هتساعدني في ان انا اتعامل مع اسامه بعد كده. وبالتالي هنا السيستم او الماشين الموجود مع حضرتك بي ديفلوب تو هاف انتليجنس. يبقى انا لازم اصمم حاجه ذكيه، يعني تبص لمينا تعرف مينا ده زعلان ولا ايه ولا فرحان، مينا ده امتى اهزر معاه وامتى ما اهزرش معاه. لكن لو انا مش عارف
ادرك او ابقى مور انتليجنت هتبص تلاقيني خبطت في ده في مره واحده، هو مزاجه مش حلو وانا جاي اهزر معاه، ام هو ايه مزعق معايا، اتخانقنا مع بعض خلاص ما عدناش بنكلم بعض بعد كده. عشان كده احنا الموضوع كله هيتحط على الجوريزم وهاردوير، يعني هجيب كمبيوتر واحط عليه كل اللي بقول لك عليه ده، ماشين تقدر تعمل كل اللي احنا بنتكلم عليه ده في الذكاء الاصطناعي. زي ما قلت لك الموضوع قد ياخدوه من فكره حيوان او انسان، يعني فكره الطير دي اول ما ماشي جايه منين؟ فكره الطيران بتاعي ايه؟ اه في طير بيطير وفي اجنحه وفي مسقط معينه ومقاوم الهواء والموتور يقدر يشيل ويطلع وينزل، الفكره كانت قايمه من ايه؟ من هنا. عشان كده في جامعه كيوتو في اليابان حاولوا ان هم يعملوا ايه؟ فكره الانسان الالي دي البدايه. هو الانسان الالي اللي حضرتك شايفه قريب حاليا ده، الفكره جت منين؟ فكره الجهاز العصبي او الجهاز الايه العظمي بتاع الانسان الموجود عنده، اللي خد نفس فكره الارم وبدا يعمل ارم عشان يحطه في خطوط الانتاج، اللي هو الروبوتكس المختلفه او روبوت مانيبليتور اللي انت بتشوفه ده. البدايه كانت فين؟ في جامعه كيوتو في اليابان. جامعه كيوتو في اليابان قالت لك والله ده بعد ما نيجي نعمل نفس الفكره بتاع الانسان او نحاكي حركه الانسان او دراعه في ان هو يشيل ويحط، هو الانسان لما وقفت في خط الانتاج يعمل ايه؟ بيشيل الكرتونه دي من هنا يحطها هنا. انا عرفت ان هو يشيل القلم ده من مكانه ويحطه في المكان الفلاني. طب ما انا اجيب مكنه او اعمل حته حديده تعمل لي نفس الاكشن وبرمجها. طيب لما برمجها لو فرض ان في عائق قدامها، انت كاسامه كشخص بتقول والله عشان اجي اتحرك لو اتحركت كده هخبط فين؟ في الازازه، فلازم اعمل ايه؟ اغير المسار بتاعي واطلع ايه؟ واطلع من فوق ازازه، هو ده الانتليجنس اللي احنا بنتكلم عنه. عشان كده فكره الباركود. الباركود دي جت منين؟ إيه؟ قال لك عندي منتجات كتير قوي وبني ادمين كتير قوي وكل انسان له بصمه صح؟ طب ما انا اخد نفس الفكره واطبقها على المنتج. عشان ايه؟ عشان يسهل عليا عمليه الفرز. مش كده؟ عشان يسهل عليا عمليه البيع في السوبر ماركت الكبير او الهايبر ماركت الكبير. يبقى هو بدا ياخد الخطوط اللي حضرتك شايفها في البصمه دي وبدا يحولها الى خطوط زيها بالظبط. يبقى فكره الخطوط دي جايه منين؟ الباركود ده جاي من فكره البصمه او الصم برنت الموجود عنده. اللي منها حضرتك بتقول ايه؟ بتقول والله المنتج ده اهو الكود بتاعه اهو. يبقى الشيبسي غير الكرانشي غير العربيه غير العيش غير الكلام ده كله بناء على الرقم ده. قال لك طب ما في بلاد تصنيع مختلفه، يبقى انا احط اول رقمين مش عارف ده ايه بتوع الدوله. 22 يبقى مصر، مش عارف 69 يبقى تركيا، مش عارف كام امريكا. انا ايه؟ اديته كود ولكل منتج من نفس النوع اديته الكود الايه؟ بتاعه. طيب من هنا الارتفيشال سيستم الموجود مع حضرتك لازم يبقى روبست. يعني ما تجيبليش ازازه ميه احطها اصنفها وتيجي في الطبيعي احطها في درجه الحراره الطبيعيه ابص الاقي الازازه دي بعد ساعتين ساعه البلاس بتاعي. يبقى انا لازم ابقى ايه؟ حاجه متينه. الماشين بتاعتي اعمل لي كمبيوتر عشان ايه؟ لو وقع مني ما يتكسرش. لكن الموبايل دلوقتي الموجود مع حضرتك الشاشه بتاعته عشان التاتش والقصه بتاعته اول ما يقع منك وخبط البوست يتكسر. يبقى الروبوس دي حاجه متينه، عايزه ابقى حاجه قويه عشان تقدر تشغلها. القصه دي ريديزاين كان هي ريديوز باي. يبقى لو عملت ريديزاين تاني للعمليه دي او للكمبيوتر ده لما اجي اعيد تصميمه ما يكلفنيش كتير. الادابتيشن زي ما احنا قلنا مهم قوي في الماشين بتاعت حضرتك ان هي تقدر تتكيف مع الوضع الجديد وتعيش فتره اطول وتعمل سيلف اورجنايزد او سيلف ريجوليشن للسيستم او الاوبريشن الموجود عندك. طيب من هنا سيلف ليرنينج ماشين زي ما احنا قلنا اوتونوموس او سيلف اوتونوموس او سيلف اورجنايزنج سيستم، اللي هو بيتكيف مع الطبيعه او مع الحياه الموجوده معاه، بيعمل سيلف اوتوميزيشن بيعدل من نفسه عشان اه والله انا النهارده جبت تقدير جي بي مثلا وليكن 3، انا عايز السنه الجايه او الترم الجاي اجيب 3.5. بل انا ما عرفتش اوتوميزيشن نفسي وعدلت نفسي عمري ما هوصل الى النتيجة اللي احنا بنقول عليها افضل زي ما 3 اذا ما كنتش قايل. باث بلاننج بعمل خطه عشان امشي. يعني انا عايز اوصل لاخر المدرج. اه عندي باص اهو همشي. في واحد تاني يقول لي لا انا هطلع من الشاف عشان ارجع ايه جوه. ان هو ما عملش باص تاني صح؟ فاللي طلع من هنا من الخط ده كان اسهل له، لكن طلع من الشاف كان الموضوع ايه؟ اصعب. بعمل ريكوجنيشن بعمل ايه؟ باخد
صوره والقطها عشان اقدر اعيش مع الحياه اللي انا فيها. والله دلوقتي انا اخذت صوره للمغرب فما عنديش الا مسار واحد امشي فيه عشان اوصل لاخر ايه امتى. اهم حاجه اللي احنا قلنا ديسيشن ميكنج اللي هو امتى اخد القرار اقف ولا كمل. ثم بعد كده بريدكشن، لازم المكنه بتاعتي او القدره بتاعي يتنبا باللي هيحصل بعد شويه. يعني انت بتقول والله انا لما اتخرج دلوقتي اخش الجيش، اتخرج بعد ما اخش الجيش مش عارف اعمل ايه، السنه الجايه ان شاء الله انا ممكن اسال ايه، فانا خلي بالك ايه لازم انا هاخد سنه جيش فلازم اقرا شويه وانا او اذاكر وانا ايه شغال في الجيش، لان عشان الجيش هينسيني كل حاجه، فهطلع من الجيش ابيض يبقى انا هنسى كل اللي درسته يبقى انا مش عارف اشتغل. فده جزء مهم برضه في المشين اللي حضرتك بتصممها، تمام؟ وده هنشوفه في منتظم الشغل. من هنا زي ما قلت لحضرتك الموضوع ممكن يبقى من مخ او من حاجات الوراثه او من دي ان ايه، كل الحاجات اللي هي البيولوجيكال، الحاجات الخاصه بالحاجات الحيويه او الموجوده في الانسان او في الطيور او في الحيوانات، بحاول اخدها واحطها على المشين بتاعتي عشان اعمل الفازيولوجيك والاكسبيرتي سيستم والتكنيكس المختلفه اللي احنا شفناها. لذلك الارتفيشال انتليجنس ده ممكن يبقى جزء منه رياضي وجزء منه خاص بالحاجات العصبيه او الجهاز العصبي نفسه. فهو في حاجات دي من ضمن البيزنس مختلفه، بتشوف حاجات كثيره طبعا عشان تخش القصه دي. والارتفيشال انتليجنس ده مجال في الكمبيوتر ساينس كتير في عالم دي وعالم دي فوق وعالم جيناتك. احنا هنشتغل على الارتفيشال انتليجنس فازي كنترول سيستم موجود عندنا. طيب يبقى عندك سبيك سيستم، فازيولوجيك، نيورال نتورك، جيناتك، كروس سيستم، راف سيتس، ارتفيشال لايف، دي ان اي كمبيوتر. كل دي حاجات الجماعه بتوع الكمبيوتر ساينس بيشتغلوا بيها. احنا كبتوع كنترول او بتوع ميكاترونكس هنتكلم على الفازي لوجيك سيستم. الفيلد المختلفه بقى الفازي لوجيك والجيناتك والنيورال والكمبيوتنج، هتلاقي كل موجود ده كله موجود فين؟ السنسور اللي حضرتك حتى بتشتغل بيه ممكن يبقى فيه احد الارتفيشال انتليجنس. الروبوتكس، الكمبيوتر فيجن دلوقتي فيها الكمبيوتر ياخد صوره والصوره دي يحللها ويطلع لك منها بعض البارامترز. ناتشورال لانجوج بروسيسنج دلوقتي تاخد الصوت والصوت ده بناء على تحليله بيديك برضه انديكيشن عن حاجه معينه. دي كلها تعتبر فيلد اوف ارتفيشال ايه؟ انتليجنس. طبعا احنا ما يهمناش برضه تاني الا الفازي. طيب الارتفيشال انتليجنس موجود في الجيم، موجود في روبوتكس او بلاننج، موجود في اكسبيرت سيستم، موجود في الماشين ليرنينج ازاي المكنه تتعلم وتبدا تاخد اكشن بتاعها، الاوتوميشن سيستم، كل ده موجود في ارتفيشال انتليجنس موجود مع حضرتك سواء كان على مستوى الطبيعه او مستوى البيئه او المستوى الصناعي اللي احنا بنتكلم عليه. تعالى ناخد فكره بسيطه كده عن كل واحد من الاربعه دول. الاكسبيرت سيستم، اكسبيرت يعني نظام خبير، هو يقول لك انا عايز اجيب خبير في المصنع. بيجيب خبير ليه؟ لانه اتعامل مع نفس الحاجه اكتر من مره. في اكسبيرت سيستم اللي هو الاي سيستم هو عباره عن برانش من الاكسبيرت او من الارتفيشال انتليجنس الموجود عندنا اللي من خلاله يميمك الايه الهيومن اكسبيرت عشان ينفذها، وبالتالي ممكن يساعدك او والله انت عايز تاخد ديسيشن او لا. يعني انا مش هقدر اغير خط الانتاج ده الا لما اجيب خبير من المانيا يقول لي والله خط الانتاج ده ينفع اعمله من مانيوال اوتوماتيك ولا لا. فالخبير ده هيساعدك في اتخاذ قرار معين عشان ايه؟ تريبليس السيستم العادي او المانيوال بريبليس بسيستم جديد. كوميرشالي ممكن يفيدك ان هو ممكن يزود الانتاجيه الموجوده مع حضرتك. عشان كده الاكسبيرت سيستم الراجل ده هو في جامعه ستانفورد بدا يقول لك ايه؟ هو عباره عن انتليجنت كمبيوتر جروب، هو عمله كله ايه؟ برنامج بس حط خبراته كلها في السنوات الماضيه في هذا البرنامج. لو حصل كذا اعمل كذا، لو حصل كذا اعمل كذا. زي بقول لك ايه، بقول لك والله المدرج ده الداتا شو ديت لو الالوان بتاعتها باظت اطلع بس العب في الزرار الفلاني، او لو حصل مشكله فيها وما تنورش الكابل دوت شيله وحطه تاني. يبقى دي ايه، بقول لك بعمل انفيرنج او اكني بقول لك ايه بتتنبا او بحط الاكسبيرينس بتاعتي كلها من خبرتي معاها بقالي 4 سنين بنقلها لك في شكل ايه؟ في شكل برنامج. وده هو الفازي لوجيك اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو اساسه. الفازي لوجيك بيقول ايه؟ ان انا يبقى عندي سنسور والسنسور ده هقيس بيه حاجه معينه سواء كانت في الطير او في الانسان موجود معايا، وبناء على هذه الفاسات انا هتنبأ واعمل فين؟ هستنتج كده حاجه موجوده باستخدام الخلايا المختلفه
واحط الكلام ده في دماغي. انا المروحه دي لو سخنت وحطيت ايدي على السنسور بتاعي اقول والله دلوقتي ده المروحه دي معنى كده ان هي الرد سخن فبقى لها مثلا 10 ساعات شغاله. صح؟ ده الفيل ان انا استنتجت او صمقت معلومات من ايه؟ من السخونه دي. طيب في النولج بيز عندي معلومات بتقول ايه؟ والله طالما سخن اخدت المعلومه اللي حطيتها في دماغي وعملتها بروسيسنج. النولج بيز اللي في دماغي انا ما خبرتي بتقول كده. اصل انت لو جبت طفل صغير وحط ايه هو عادي ما اعرفش سخن ولا ما سخنش شغال ولا مش شغال. لكن عندي نولج بيز عندي قاعده بيانات مش شغال بيها عشان اقول لك ايه والله انا لما استخدمت السنسور بتاعي وحسيت بدرجه حراره بناء على النولج بيز اللي عندي المروحه دي لازم تتقطع دلوقتي انها ما تتقطعش هتتحرق. نفس الكلام بالنسبه للراجل. الراجل ده عمل ايه؟ قال لك انا عايز اشوف الحشره دي بعينه او بمسافه معينه تمام؟ بدا يبص عليها السنسور بتاعه عمل فين؟ من فين ان حاطه في النولج بيز ده في دماغه او في عقله كطبيب او الراجل بتاع كتب القطع او غيره. قال لك ايه والله الحشره دي عباره عن ست ارض واجنحه وباطي بثلاث اجزاء الجزء الخلفي والجزء في النص والدماغ وهي عباره عن حشره وليست حيوان. يبقى قسمها وعملها ايه كلاسيفيكيشن بناء على النولج بيز. يبقى الموضوع كله قايم على ايه؟ على قاعده بيانات موجوده عندنا. النيورال اهي النيورال بناء على الخلايا العصبيه اللي انت شفتها قبل كده. بيقول لك ايه؟ الخلايا العصبيه ديت انا هدي كل واحد ويت. يعني ايه؟ انا بحب محمد اكتر من احمد. انا لما اجي اتعامل مع احمد ده والله انا بعزه وحبيبه ومش عارف ايه فانا هديه ويت شويه زياده. فالموضوع قايم على ان انا اعطاء كل شخص او كل اكشن او كل بارامتر في السيستم ويت. ويت يعني ايه؟ اديله ميزان او اديله وزن. ده والله 10% الثاني اديله ايه 50 اولويات بمعنى اصح. ان انا النهارده اعيش في الفيلا ولا اركب عربيه؟ لا انا اركب عربيه الاول. طب انا دلوقتي اعيش واتجوز ولا اروح اخد شقه في الشقه في الساحل الشمالي؟ لا انا اتجوز الاول وبعد كده ايه؟ يبقى اللي في النص اللي حضرتك ده طبعا في تفاصيل كتير لكن ده هو الويت اللي خرجت فيه الحاجه اللي انت عايزها. موضوع الجينيتيك الجوريزم. الجينيتيك ده الوراثه اللي حضرتك خدتها في احياء سنه ثالثه ثانوي ولا ثانيه ثانوي. بتقول ايه الوراثه دي؟ والله انا عايز عيل عيني خضراء وشعره اصفر ومش عارف ايه. فانا لازم اجوز او اجيب اب لونه كذا ومواصفاته كذا وام لونها كذا عشان دول لما يحصل تزاوج ما بينهم هيطلعوا لي طفل في الارض. فانا بقول ان انا عندي تو بيرنتس. البيرنتس دي بيحصل لهم برودكشن في التزاوج. التزاوج ده هيعمل اوفر روتيشن عشان يطلع لي المواصفات اللي انا عايزها. برضه استخدموا نفس الكلام في الجوريزم يسموه جيناتيك الجوريزم عشان يبدا يعمل حاجه انتليجنت بالشكل هل هو موجود فعلا الكلام ده ولا مش موجود؟ هتلاقيه موجود في كل المصانع حاليا موضوع الارتفيشال انتليجنس. ليه؟ عشان اساتيسفاي الكاستمر. عشان ادي الايه الكاستمر اللي هو عايزه بحيث ان احنا نوصل في الاخر البرفورمانس بتاع البرودكت يبقى ايه افضل. يعني التليفون بتاع حضرتك بقى مور انتليجنت صح؟ ما عادش زي الاول زراير وخلاص. دلوقتي فيه المواصفات اللي حضرتك شايفها قدام حضرتك. بديني الفيتشرز بتاع البرودكت. كل ما كان السيستم بتاعي مور انتليجنت كل ما كانت المواصفات او الصفات بتاعته افضل وبالتالي اقدر انافس في السوق بين البرودكت بتاعي وما بين الايه الحاجات الاخرى. الاي اي ابلكيشن ودي اللي هنقف عندها. زي ما انت شايف الاي اي ابلكيشن هتلاقيه موجود في المكنات الاي تي ام الغسالات الحاجات بتاع المطبخ الاندستريال برودكتس الميديكال ابلكيشن سواء كان انسان الي او اجهزه طبيه. الحاجات اللي هي بتعمل ديسيشن سبورت سيستم ان انا ازاي اخلي المكنه تساعدني في اتخاذ القرار. زي ما حضرتك كده بتعمل ايه؟ بتعمل استبيان على النت كده يقول لك ايه والله انت المفروض تعمل الحاجه الفلانيه. فدي كلها تطبيقات للارتفيشال انتليجنس. من ضمن التطبيقات الموجوده عندنا حله الرز دي او الكوكر موجود عندي. يقول لك حله تطبخ الرز لوحدها. حط لها بس الكومبوننت ومالكش دعوه بيها. هي متظبطه ايه؟ تطلع لك الرز حلو ولا معجن ولا غيره. طيب الثلاجه. الثلاجة الموجودة مع حضرتك التبريد الأول الثلاجات القديمة ما كانش فيه إدراف أرفف أو إدراك في الإيه في الباب. يعني التبريد ما كانش بيوصل فين؟ للباب كان آخره الجزء اللي جوه بتاع التلاجة نفسه. لكن دلوقتي شاف التبريد فين؟ التبريد في الباب اللي موجودة مع حضرتك. وبالتالي
اللي وصلنا لكده هو الارتفيشال انتليجنس او النيروفازي كنترول سيستم الموجود مع حضرتك اللي خلى التبريد يجي من هنا من الجسم الثلاجه نفسه يوصل الى الباب. طيب ده دلوقتي في ثلاجه بابين وثلاثه، طب التتليك ده بيوصل للباب اللي تحت ده ازاي او الدرج اللي تحت ازاي؟ برضه باستخدام الالجوريثم بتاع الارتفيشال انتليجنس الموجود مع حضرتك. الحاجات الخاصه بيه الطبخ والرز والحاجات مكان الاسبريسو بتاع القهوه نفس الكلام بالنسبه لكل الماشينز الموجوده حاليا في المنازل كلها ارتفيشال انتليجنس. الكاميرات، الكاميرات لما تشوفها ايام زمان كانت مختلفه عن الكاميرات دلوقتي، بقى فيها ايه حاجات اوتو فوكس او اوتو دافرام بيعمل اوتو فوكس على الصوره اللي حضرتك عايز توصل ليها. لولا وجود الارتفيشال انتليجنس ما كانش الكلام ده يبقى موجود. احنا ليه بنستخدمه وبنعمله ديفلوبمنت؟ عشان في مشاكل قابلتنا جديده، عايزين نطور، عايزين السيستم بقى مور كومبلكس، فمحتاجين يبقى مور انتليجنت، مور باورفول كمبيوتر، الكمبيوترات بقت احسن وبالتالي الالجوريزم بقت افضل. الجماعه شغالين في البرمجه ما عادش زي زمان، لغات البرمجه زادت وبالتالي السوفت وير تولز اصبحت متاحه وطلب الانسان هو اللي طلب كده. زي ما حضرتك شايف هيستعيد عن كل ده اهو حاجه كبيره جدا اهي، فيها كام بني ادم، ممكن اشيل بني ادمين دول كلهم واحط ماشين واحده روبوت واحد يقوم بما يقوم به الايه كل العمال اللي حضرتك شايفهم. ديت المواصفات او الادفانش اللي ضافها اللي احنا اتكلمنا فيها، لونجر لايف، بيبقى ريلايبل، سيمبل اوبريشن، كوست افكتيف، هاي افشنسي، سيلف اورجنايزنج او سيلف اوبتمايزيشن ماشين. بكده نقول ان احنا الترافيك لايت بروبلم الموجوده عندي برضو مستخدمه او بيستخدموا فيها الارتفيشال انتليجنس، لان ما عادش عسكري واقف ينظم الهروب، ما عادش عسكري واقف يديني زحمه، لكن لمبه خضراء ولمبه صفراء ولمبه حمراء لوحدها بناء على ارتفيشال انتليجنس تكنيك او الجوريزم الموجود مع حضرتك. طبعا ده التطبيقات المختلفه اهي عشان اشوف بيها او هلاقي الارتفيشال انتليجنس فيه، هتلاقيه في كل نواحي الحياه سواء كان على مستوى الصناعه او مستوى الكمبيوتر ساينس واخره. طيب ممكن ما لاقوش فين؟ لو انا ما عنديش داتا كامله او بقول لك وير اي اي كان او بي ابلايد، لو ما عنديش داتا كامله او عندي معلومات كافيه عن السيستم بتاعي مش هقدر تقول لك خليه انتليجنت. يبقى الانتليجنت ده محتاج داتا، يبقى لو في لاك اوف داتا يبقى انا ما اقدرش اطبق الارتفيشال انتليجنس موجود معايا. هنا السيمبلر تكنيكس ممكن تبقى كافيه، يعني انت بتقول لي انا الوقت عامل معهد صغير ياخد 50 طالب، انا ليه اصلا اكبر وجع في دماغي واعمله انتليجنت؟ يعني بطلع ازازه ميه زي دي مش محتاج ماني اوتوماتيك، ما انا ممكن اعملها ايه بشغل تحت السلم زي ما بقول. بطلع كمامه زي دي محتاج يبقى عندي خط انتاج كبير؟ لا يا عم ده ممكن والله في خط المحل دوت اعمله، وده فعلا بيتطبق دلوقتي. الاوبتمايزيشن مش متاح، التعديل والتطوير مش متاح، يعني تقول لي ايه والله بص انا عندي شقه اوضتين وصاله، تقول لي والله ده انا عايز اجيب اوضه اطفال، طب يا عم انت ما عندكش مكان اوضه الاطفال هجيب فين؟ يبقى الاوبتمايزيشن او التحسين او التعديل غير متاح للانسان. عشان كده الاي اي ليس هو الحل الوحيد، لكن ممكن الكلاسيكال تكنيكس تبقى شغاله كويس، ممكن يبقى هو ليس التكنولوجيا الوحيده المتاحه، لكن في حاجات ثانيه. الاي اي هو عباره عن امبروفمنت تول ليس ابسط، انا بحسن بيه اداء النظام الموجود عندنا عشان اوصل الى الاوبتماليتي اللي احنا قلنا عليها في البدايه. دي كلها التطبيقات المستخدمه فيها الارتفيشال انتليجنس الموجود مع حضرتك، من الحاجات الصغيره لعب اطفال وصولا الى الانسان الالي اللي حضرتك بتشوفه اللي ممكن بدا يعمل عروسه زي دي كده عشان تحاكي نفس الحركه بتاع الانسان. لكن هو عمل ايه؟ خد الصوره اللي طلعتها دي، خد نفس الاكشن بتاع الجزء اليمين او الجزء الشمال ده اهو، وعمل ايه؟ بشكل حاجه ارتفيشال صح؟ يبقى عمل ماشين او عمل مذر بورد او عمل حاجه صناعيه بتعمل نفس الايه؟ الحركه كلها. يبقى خد الايه؟ كوبي كده من حركه الانسان والاكشن بتاعه وحطه فين؟ في ماشين موجود مع حضرتك زي ما انت شايف. الماشين هنا الانسان واقف اهو فبدا يشاور، فخد نفس حركه الانسان وقال لك ايه؟ خليه يشاور. هنا ده ماشي فانا هتابع نفس الحركه الموجوده عندي. العربيه قال لك انا اعمل موبايل روبوت اتحرك على اربع عجلات او ثلاثه او طيب نفس الكلام هنا. الانسان الانسان بدا يتحرك على ارجل فاعمل له رجلين واعمل له ايدين زي ما حضرتك شايف. ممكن يشيل حاجه على ظهره، ممكن يفكر بدماغه، يبقى في كاميرا زي صوت اللي حضرتك شفتها، دي اشكال مختلفه كتير من
الهيومانويد روبوت اللي انت بتشوفه ده الاسيم بتاع شركه سوني اهو عمل نفس الفكره برضو والارجو مش هيقدر يتحرك ولا يطلع سلم ولا ينزل درجه سلم الا ما يكون ها عنده قدره على الادابتيشن او اللي هي التكيف مع الطبيعه المجنونه هاخد نفس الاكشن بتاع الفيس واعمل بيه نفس الكلام في روبوت اه دي نفس دي بتاخد نفس الاكشن على صريح ممكن دلوقتي عامل الحاجات اللي بترقص زي رقصه البني ادم بالظبط اللي حضرتك شفت عامل العاب الاخاف اللي ممكن تشتغل على الارض ممكن تشتغل في الميه او تسرح في الميه زي ما حضرتك شايف ممكن حاجات تتعامل مع الكمبيوتر اللي هو او تتعامل زي الانسان بالظبط بنفس الاكشن بتاع البني ادم اللي موجود عندنا دي كلها حاجات او تطبيقات موجود فيها الارتفيشال انتليجنس او الفازي والنيورال والجينيتك وكل الكلام ده عشان اوصل الى الكاميرا اللي حضرتك شايفها دي اللي ممكن احطها وتحاكي نفس الايه الاكشن بتاع الانسان الفيس ريكوجنيشن او الاوميشنال اكسبريشن عايز روبوت يعمل نفس الضحكه نفس الابتسامه زعلان فرحان هاخد نفس الكلام واعمله من خلال الروبوت الموجود ده الفيوتشر ريسيرش في الهيومانويد لو انت شايف الفرق ما بين الانسان والروبوت الروبوت دلوقتي بقى اسرع ما بتعبش زي ما انت عارف الصم موشن بيقدر يعملها ممكن يضحكك في البيت يبقى هو وسيله للترفيه بيرسونال فريند ممكن يتعامل معاك كصاحب زي ما انت بتشوف بعض الحاجات حتى بتيجي دلوقتي على سبيس تون تقول له هات لك روبوت ايه يقعد معاك في البيت عشان حاجه زي كده بكده نكون وصلنا للانترودكشن السريع على الارتفيشال انتليجنس ان شاء الله المحاضره الجايه هنتكلم على الفازي سيت ثيوري وهنتعامل معاها ازاي عشان نبدا بقى في الجزء الماثيماتيكال وجزء المسائل اللي احنا هنشتغل بيه ان شاء الله خلال المحاضرات بتاعتنا ان شاء الله ارفع لحضرتك المحاضره ديت على اليوتيوب وتبقى جاهزه مع حضرتك